آمين. يقول الرسول بولس: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأمور العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أيها الأحباء، كثيرا ما تكون الحياة تعيسة بأخبارها وحالاتها وتؤثر على نفسية الإنسان، مثلما الأخبار المؤلمة التي سمعناها في الأسبوع الماضي عن رحيل بعض المؤمنين من الكنيسة، واليوم أيضا نقيم صلاة الجناز لراحلين أيضا، ولكن تبقى علاقتنا بالمسيح في حالة تجدد، ولا سيما واليوم نحن نحتفل بأحد تجديد الكنيسة. الكنيسة من حيث بناء لا تحتاج إلى تجديد، إنما الكنيسة هي جماعة المؤمنين، مؤمنوها يحتاجون إلى التجديد، إلى تمتين علاقتهم مع الرب يسوع المسيح. التجديد هو إزالة القديم، والإنسان أيها الأحباء هو يشبه البيت. البيت عندما ينتقل الإنسان إليه يراه جديدا، وبعد فترة من الزمن يطرأ عليه العتق فيجدده. لماذا؟ لكي يعود إلى حالته القديمة الجديدة فيسكن فيه بحالة جديدة. لهذا نسمع الرسول بولس يقول: أنتم هيكل الله، أي أنتم بيت الله، وروح الله يسكن فيكم. يعني الله يحتاج إلى بيت ليسكن فيه. أي بيت يسكن الله؟ يسكن في الإنسان، في قلب الإنسان. لهذا أيضا نقرأ في أشعار مار أفرام السرياني يقول: أيها الإنسان، هيئ قلبك لكي يكون مسكنا لله، وفكرك مذبح، وعقلك قربان، أي كأنه يمثل بالإنسان كبيت الله أو ككنيسة تمجد الله، مثلما نحن في الكنيسة نمجد الله. ولكن إذا كان الإنسان يبقى في حالة القديم، ربما نسمع الله يقول له: يا بني لا أعرفك. فيقول هذا الإنسان: يا رب كيف لا تعرفني؟ أليس أنت خلقتني؟ أليس أنت بيدك جبلتني؟ يقول له: نعم أنا خلقتك ولكن لا أعرفك. لماذا؟ لأني لم أخلقك بهذه الصورة. أيها الإنسان، خلقتك على صورتي ومثالي، أن تحمل صورتي في صورتك. فإذا الإنسان عندما يشوه صورته، الله لا يتعرف عليه، مثلما نحن إذا رأينا صورة لفلان وإذا تشوهت تلك الصورة لم نعرف تلك الصورة لمن هي. هكذا الله عندما نشوه نفسنا نحن كبشر لا يتعرف علينا الله، لأن الله خلقنا في البر والقداسة. لهذا يجب أن نحافظ على هذه الصورة الوسيمة. عندما خلق الله الإنسان خلقه قديسا طاهرا، ولكن الإنسان شوه صورته بالفساد والخطيئة، فجاء المسيح له المجد إلى عالمنا.
ويجعله بصورة جديدة. لهذا يقول الرسول بولس عندما تعمق الرسول بولس في العلاقة مع الله، رأى أن المسيح بعد مجيئه للعالم وموته وقيامته جدد الإنسان، فقال: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. هو ذا الأمور العتيقة قد مضت، يعني الحالة القديمة أو تلك التشويهات لصورتنا قد مضت، لأن المسيح جددنا، المسيح طهرنا. فيقول: حافظوا على هذا التجديد لكي يظهر بمظهر ليق. كلكم أنتم أيها الأحباء إذا ترون إنسانا يخطأ أو يتصرف بصورة خاطئة أو تكون أخلاقه دنيئة، ألستم تبتعدون عنه؟ ألستم تنكروه؟ ألستم لا تريدون أن تتخالطوا معه؟ فكم نكون نحن إذا كانت هذه حالتنا، فكيف نستطيع أن نختلط مع الله؟ لذلك نحن عندما نأتي للكنيسة، نأتي لكي نتجدد، لكي نجدد علاقتنا بالمسيح يسوع. ولا سيما أفضل مادة لكي تعطينا التجديد هي التوبة. يمكن التوبة تكون عند البعض شيئا بسيطا أو ليس له قيمة، أو يعترفون أو يعتبرون هذه من الخرافات، من الأمور القديمة، من المتعصبين. ولكن كلا، من يعترف بالفضيلة ومن يعترف بخطئه ذاك يكون مكرما عند الإنسان. فكم نكون نحن إذا نعترف بأخطائنا وخطيتنا أمام الله، فكم نكون قريبين منه. ويفرح الله بعودتنا مثل ذاك الابن الضال الذي اعتمد على نفسه ولكنه فشل، ولم تعد إليه الحياة إلا بعد أن تاب وعاد إلى أبيه، فكانت أحضان أبيه دافئة لكي تعطي الحياة لذلك الضال. هكذا يكون حضن الله دافئ يدفئنا، ينمي فينا الحياة الروحية. كل إنسان أيها الأحباء يجب أن يتوب. فكما قلت، مجيئنا للكنيسة هو لكي نتوب ولكي نجدد العلاقة مع الله. خلق الله الأيام للإنسان، وخلق يوما للرب. يوم الأحد هو يوم الرب، هذا اليوم مخصص للرب فقط، ليس لشيء آخر، ليس لأعمالنا، ليس لرغباتنا، ليس لشهواتنا، ليس لكي نحتج ونقول نحن لا نستطيع أن نأتي للكنيسة لأنه عندنا أشغال. كلا، هذا اليوم هو يوم الرب. إذا نحن لم نعطي هذا اليوم للرب، نسلبه، نسلب حقوقه، نسلب شيئا ليس لنا، ليس من حقنا، هو حق الله. لهذا أيها الأحباء، لكي يكون هذا اليوم يوما مقدسا، تتقدس فينا نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، وتتجدد علاقتنا بالمسيح يسوع. يجب أن تكونوا، يقول الرسول بولس، أن تتجددوا بأذهانكم، يعني فكرنا أن يكون دائما فاعلا للخير وللصلاح وللتفكير بالله وللعمل حسب مشيئة الله. فاليوم أيها الأحباء يوم تجديد الكنيسة، أن نبدأ، لسنا متأخرين. بالنسبة للرب ليس وقت وليس أيام وليس سنين،
الرب مستعد أن يسمعنا، أن يحضننا، أن يفتح يديه ويستقبلنا حتى لو كنا في سن الشيخوخة. أن نبدأ منذ هذا اليوم لكي يكون كل واحد في المسيح خليقة جديدة، أمورا جديدة. الأمور العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أن تتجدد علاقتنا بالله، أن تتجدد علاقتنا بالكنيسة، أن تتجدد علاقتنا بعضنا مع بعض، أن تنفتح قلوبنا على الآخرين، أن ننظر للآخرين بعين المحبة والتسامح، أن ننظر إلى كل إنسان هو أخ لنا مهما كانت قوميته، ومهما كانت جنسيته، ومهما كانت ديانته أيضا، لأن الله خلقنا لكي نعيش بسلام ومحبة وفرح على الأرض، فهيأ لنا السماء لتكون دارا، تكون دار راحة لنا مثل ملائكته نتمجد. لهذا لا نستطيع أن نحصل عليه إلا إذا كنا دائما متجددين بعلاقتنا مع يسوع المسيح. فليكن هذا اليوم أيها الأحبة يوم بركة لكم، والنعمة تشملكم دائما أبدا. آمين.